والله هو يعني سؤالك بيتضمن الإجابة. هو فعلا كلما كانت هناك اهتمامات بفرع الثقافة والفن، كلما أولا أعطينا للعالم الخارجي أن احنا دولة متحضرة، وده مطلوب وسط الموجات الإرهابية والتلاعب بالدين يعني هذا التخلف اللي بيحيط بالمنطقة. كون أن مصر بتهتم بمهرجان سينمائي وله تاريخ ممتد ويعود إلى سابق عهده من القوة إن شاء الله، فأعتقد أن دي رسالة جيدة للمواطنين في الداخل وأيضا يعني لمصر، لصورة مصر في الخارج. الحقيقة هي يعني طبعا دور وزارة الثقافة دور كبير جدا جدا، ودور وزارة التعليم والتعليم العالي مهم جدا. وأعتقد أنه لو قارنا وضع مصر زمان والآن هنجد أن ما ميزنا في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط هو التعليم والثقافة، فإن يعني لابد أن نبدأ بها دائما، يعني طبعا متواكبة مع أشياء أخرى، لكن أي نهضة لا تقوم على أساس من التعليم ومن الثقافة زي قلتها. الحقيقة طبعا بنشوف النهاردة مثلا المعرض بتاع أستاذ هنري بركات شيء عظيم، يعني وضع لبنات كثيرة جدا في تاريخ السينما المصرية، ثم هذا المعرض اللي أنا واقفة فيه دلوقتي الحقيقة شيء مبهر. أستاذ محمد صادق ده يعني بشكل فردي بحت بيقوم بتجميع تاريخ مصر من العشرينات والثلاثينات في صور وفي مجلات إلى آخره، يعني هو ده اللي نقدر نقوله للجيل الجديد، تعالوا مصر دي ممتدة، يعني هي ليست السنوات الأخيرة فقط، قد يكون بها انفلات، قد يكون بها خروج عن الحدود الأخلاقية عن الحدود الإنسانية، لكن مش دي مصر. مصر الحقيقية هي دي الحقيقة. فبرضو أرجع أقول تاني، التعليم والثقافة دول البنيان مصر الحقيقي. يعني طبعا حضرتك بتقول كلام يعني به جانب كبير من الصحة. ربما الاهتمامات السياسية والتنموية والاقتصادية مسيطرة على الشارع المصري الآن، لكن أنا برضو بتمنى أنه مهرجان السينما لا يكون قاهري فقط، ولكن يكون له امتدادات في نفس الوقت خارج مدينة القاهرة. وأتمنى فعلا أنه الإعلام يهتم بالتغطية بشكل أفضل، والمشاركة طبعا برضو مهمة جدا جدا، المشاركة الحقيقية. يعني أنت متخيل لما تروح مثلا أسيوط أو تروح دمنهور وانت بتعرض افلام من افلام المهرجان، بيبقى فيه بعدها ندوة، بيبقى فيه تاريخ الى اخره. يعني عايز اقول انه الاعلام له دور، وزارة الثقافة لها دور، التنمية نفسها لا تأتي الا بالانتشار. يعني الفن والثقافة هو جزء من التنمية للإنسان. يعني هو الإنسان إيه الفرق بين واحد والتاني؟ الفرق بين واحد والتاني مقدار تعليمه وثقافته وعمله وإتقانه للعمل. يعني الفلاح إن لم يتقن عمله هو يعني بلا ثقافة زراعية، العامل بلا ثقافة صناعية. أنا عايز أقول إنه أرجع أقول تاني، بكرر دايما إنه ما كان يميزنا في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط من أيام من زمان، مش هتعدى العهود القديمة عهود الفراعنة وما بعدها، لكن لو وقفت عند تجربة محمد علي هذا الوالي الذي فهم إنه العلم به تقوم الأمم، فإحنا أهملنا ده. مستوى التعليم متدني جدا ولازم نعترف بده، التعليم الخاص والتعليم العام متراجع جدا جدا ولابد أن يقوى. في نوع التعليم في مصر متناقض تماما، قسم المجتمع تقسيم طبقي، اللي يقدر يدفع يروح مدرسة جيدة واللي ما يقدرش يروح مدرسة سيئة. حتى جامعة القاهرة وجامعة عين شمس جامعاتنا الكبرى اسكندرية يعني أصبح لا يرتدها يعني عفوا إلا الفقراء، يعني ده شيء مش صحيح على الإطلاق. المفروض أن التمييز يبقى بالتفوق وليس بالقدرة المادية. لابد من نظرة مختلفة للنظام التعليم حينتج نظرة مختلفة لمجال الثقافة ولمجال الفن. الفن والثقافة إن لم تقم على التعليم ما ينفعش. يعني خلينا يعني نشوف هذا الموضوع في إطاره العام. إطاره العام إنه بتطل علينا قنوات كثيرة جدا من أماكن مختلفة، قد لا يكون
بعضها يعني رسميا موجود على الشاشة. الحاجة الثانية انه احنا في 3-4 سنين اللي فاتوا حصل خلخلة في المجتمع المصري، ان شاء الله يعني هتتلم زي ما بيقولوا، وهنرجع نقف على رجلينا تاني بدون اي شواهد غير جيدة. حضرتك مع حرية الابداع كما تكون فترة، حرية الابداع مؤكد انا مع حرية الابداع، لكن انا ضد حرية الابتزال والاسفاف. يعني برضو ارجع اقول تاني، احنا في فترة بها بعض الخلخلة اصابت كل اوجه المجتمع، لكن يعني في شواهد كثيرة جدا ان احنا يعني بدأنا نقف على رجلينا تاني، بدأنا يعني ندرك المسائل بشكل افضل تاني، وده هيندرك على كل المجالات ان شاء الله، يعني اعلام وزراعة وصناعة وتنمية وكل حاجة.